شوت بسدد بسجل علي منصور. محاولة ثلاثية بسجل العقل. بمرر لويلي وارن تسديدة ثلاثية بسجل وارن. عم بمرر طابع عم تبرم ارون نيلسون بيخترق دفاع المنطقة ارون نيلسون بسجل. ابراهيم لمرة عند بلال طبارة تسديدة ثلاثية بسجل بلال والريباوند هجومي من رودريك عقل بيعطيه الاوبن شوت. حلوة كثير التمريرة بعد الريباوند الهجومي يا رودريك. جورج بيروتي تسديدة ثلاثية بسجل بيروتي ثاني ثلاثية لإله بالجيم. وارن بمرر حبيب هالمرة بسجل حبيب عن الأرك نقطة التاسعة. مازن لرودريك عقل رودريك بيخترق بمرر كمان لمازن يلي ممكن ياخذ تسديدة ثلاثية فبسجل عن الأرك والمباراة عم تنتهي بفوز هوبس بنتيجة 64-62.